اهلا بيك. حابه كل حاله بالبدايه تحكي لي عن بدايه حياتها، لان اكو ممكن سلبيات تاثر على المستقبل، فاحكي لي من بدايه حياتك. بالبدايه اني عايشه حياتي طبيعيه، طفولتي حلوه، يعني اول اهلي معتنين بي وعندي اخوات واخوان وحياتي طبيعيه. بالمدرسه كانت شلون احس امي تريد تخلص من يمنا من نروح للمدرسه، وبس بنفس الوقت ما تقرينا. لا يمكن أن يقبل هذا السلوك لسبب بسيط، إنه إذا ما أخذناها قانونا فالتعليم حق، وإذا ما أخذناها شرعا فالتعليم حق، وإذا ما أخذناها اجتماعيا فهي منزلة. فبالتالي إذا ما أردنا أن نفهم إنه عملية الذهاب إلى المدرسة هي فقط كي أتخلص من مشكلات يحدثها لي أبنائي، هذا التفكير خاطئ. علينا انه احنا نعمل على اعداد جيل، هذا الجيل عملية اعداده تتدخل به جملة من العوامل، اهم هذه العوامل هي الاسرة، المدرسة، الاصدقاء، دور العبادة، وسائل الاعلام، الجماعة المرجعية. فبالتالي عملية الاعداد مهمة جدا. الذهاب الى المدرسة هو ليس فقط عملية اكتساب معرفة، المدرسة لم تعد فقط هي مركزا لاكتساب المعرفة فقط، وإنما هي أيضا تسهم في عملية إعداد وصقل وبناء الشخصية. إذا ما فهمنا أن الشخصية واحدة من منظوماتها الأساسية هي البناء المعرفي، البناء المعرفي اللي يقصد به مجموعة المعارف والحقائق والآراء والمدركات اللي يمتلكها الفرد، تشكل بمجموعها العام منظومته المعرفية. هذه المنظومة المعرفية المدرسة تسهم بها بشكل كبير. فبالتالي تعامل الأهل مع أبنائهم على أساس أنهم فقط يرسلوهم للمدرسة كي يتخلصوا من ما يحدثونه من مشكلات، من ما يحدثونه من إزعاجات لهم، هذا التفكير خاطئ. علينا أن احنا نوعي العائلة أن الذهاب إلى المدرسة هو عامل ثاني مساعد في عملية البناء. أكيد هي ظاهرة سلبية، احنا نعرف لكل سلوك هدف، فذهاب أولادنا إلى المدارس إلى هدف، هذا الهدف ينقسم إلى قسمين، هدف خاص بالأطفال اللي هو للتدريب والتعلم وأخذ المعلومات لبداية يعني مشوارهم الدراسي، وتعرفين أنه الدراسة في العراق يعني ليست بالوقت القصير، 6 سنوات المرحلة الابتدائية و6 سنوات الثانوية و4 سنوات الجامعية إذا ما ضفنا عليها الدراسات العليا. النظرة الخاطئة من الأسرة أعتقد فيما يتعلق بتكاليف الدراسة، هاي وحدة. بعض الأسر يعني لديها أعداد كبيرة من الأبناء ومقابلة يعني تقابل هذا صغر بحجم مساحة البيوت، فينتهزوها فرصة أنه تكون هذه الفترة هي فترة استراحة لهم، رغم عدم متابعتهم لأبنائهم بالمدرسة وعدم متابعة سلوكهم اللي يتشكل بهاي السنوات. وهذا سلوك جدا خطر، يعني إذا كان ما بني على أساس غير سليم فراح يسبب اضطرابات ومشكلات نفسية بالمستقبل. احنا معتمدين على نفسنا وكلش يعني حابين نكمل دراسة، يعني وصلت بالدفرات شلون بنقول يلا وصلت للسادس ابتدائي. طبعا بالسادس ابتدائي أني ما كنت أختلف عن البنات، كنت ضخمة وطويلة، ويعني برزت علي اشياء، صرت مثل المره. يعني ابوي يعني لاحظ هذا الشيء، قال لي يعني شلون ظل يخاف علي، امي توصلني للمدرسه، وعندي يعني اخوات اصغر مني بالمدرسه بس انا تفرق يعني عنهم. النمو طبيعي، كليتنا نمر بمراحل النمو سواء ذكور او اناث، تبقى النظره الاجتماعيه السائده في المجتمع. هل ما زالت هذه النظرة موجودة؟ إذا كانت موجودة فهي بنسبة معينة، لا يمكن لنا أن نطلق الحكم عليها بشكل كبير. لذا وجود مثل هذه المشكلات أو وجود مثل هذه الظواهر
معناته هناك خلل في بنية الأسرة نفسها، لأن النظر إلى البنت على أنها وصلت إلى مرحلة يجب أن لا تخرج فيها من البيت، أعتقد هذا يدخل في مسألة بناء التربية وبناء التعليم. عملية التربية عملية طويلة وعملية شاقة وعملية مجهدة، الكثير يساهم فيها. عملية الإسهام لا تعني أنه أنا إذا وصل إلى عمر معين أو إلى مرحلة عمرية معينة علي أنه أنا أجلسها بالبيت، هذا لا يمكن أن يحدث، خصوصا الآن المجتمعات وما حثت بها من انفتاح معرفي وانفتاح عالمي وانفتاح تكنولوجي جعل الآخرين ينظرون إلى الآخرين وهم عن بعد، فبالتالي أصبح البعد المعرفي مهم جدا. الآن العالم استثماره استثمار معرفي سيدة الفاضلة، استثمار في البنية المعرفية، دول العالم تطورت وتقدمت بالاستثمار المعرفي، الأمثلة سنغافورة، كوريا الجنوبية، اليابان، هذه دول، ماليزيا، هذه دول استثمرت معرفيا. فهل من الممكن أنه إحنا نقصي نصف كامل من المجتمع بسبب نظرة اجتماعية ضيقة؟ أعتقد هذا العمل فيه خلل كبير، وهذا يعود أصلا إلى البنية النفسية للعائلة اللي تعمل على إبعاد بناتها من المدرسة. طبعا هاي من المواضيع جدا يعني ذات أولوية بالنسبة كثير من الدول بالمجتمع، مع الأسف تتدخل العادات والتقاليد في مسألة فصل مثلا التعامل مع الذكور وتمييزه عن التعامل مع الإناث. هذا الفصل قد يكون مو فقط بالمدرسة، أيضا داخل المنزل بطريقة التعامل. الذكور لهم مطلق الحرية، لكن الإناث نتيجة التغيرات البيولوجية يعني المرتبطة بالبلوغ و يعني الجانب البيولوجي، نعرف كل زين بأنه جسم الأنثى أثناء البلوغ يأخذ تغيرات جدا كبيرة تختلف عن النضوج لدى الذكور. قد يكون الذكور نمو الشارب واللحى، وهذا يعني يكون مسألة طبيعية، لكن الإناث نتيجة نمو الثديين في منطقة الصدر ممكن أنه يعني نضج الجهاز التناسلي يؤدي بها إلى الخجل، يؤدي بها إلى طبعا نتيجة عدم وجود ثقافة بداخل المنزل. طبعا هاي الثقافة المفروض تتبناها الأم ويتم مساعدتها من قبل رب المنزل أو الأب. فهاي الثقافة ما طول ما موجودة تبدأ البنت بالخجل، حل هذا الخجل يا أما يعني إعفائها من الدراسة وإجلاسها بالمنزل، أو يعني يترتب عليها أمور مرتبطة بالحجاب ولبس الملابس الفضفاضة والعباءة وإلى آخره، رغم عدم اقتناع البنت المراهقة لأن هي سنها قصير وتفكيرها أو أفكارها وخططها مشغولة بأشياء أخرى. الحمد لله طلعت من بكالوريا دخلت للمتوسطة، بالأول متوسط زينة، بالثاني متوسط شوية المواد صارت صعبة علي، ويعني ردت أنه أحد يدرسني أحد يعلمني. طبعاً أهلي ما قبلوا أنه حتى لو أروح يم صديقاتي أدرس، فصارت مشاكل دائماً على موضوع وأني أبتشي. فبابا قال علي من أنتي قاعدي من البيت بعد صرتي مرض كبيرة، فماكو غير أنه تتزوجين. أنا ظليت أبتشي، بس بعدين قبلت بالموضوع، ظليت أساعد أمي بالبيت. بس هسه تجينا قسمة زينة، هاي ماكو، بقيت يعني كم سنة، عديت 15 سنة وماكو قسمة زينة لتجي، يعني جيران شي يعني تعبانة، مو مثل اللي نريد احنا، يعني مواصفات او بابا يعجبه هذا الشي.
يعني انت ما كملتي دراسه، زين بقيه الاهل اخواتك كملوا دراسه او لا؟ وشنو الاسباب اللي خلى البقيه ممكن يكملون وانت لا؟ عندي اختي الاصغر مني، اختي الاصغر مني هم تحب الدراسه وكل الشاطره، بس هي دائما تتمرض، ما نعرف شنو السبب. يعني نوديها للمستشفى، نخلي لها مغذي ورجعها للبيت. هاي حتى دائما الاطباء يوصونا لا تسوون حالتها نفسيه، لا تتعب هاي، فخلوها بالمدرسه مو مثلي اني، وبقت بالمدرسه وهي اضعف مو مثلي اني، ضخمه بالنسبه لها يعني. فبقت هي اختي بالمدرسه لحد ما اني يعني تقريبا صار عمري 17 سنه، اني ماكو قسمه يعني زينه وقابلة بالموضوع، بس أهلي شايلين لي هم. يعني وصلت مرحلة أمي أنه تزوجني بس يجيبن حلال زين، مواصفات يعني أنه يشتغل، هاي أنا أزوجت شيش تحكي وياي بيها، ولو شايفة الانذورات تنذر وتودين زيارة وشي، وخاف بيها شي بتي لأن تأخرت. يعني استوراني من الأول متوسط لحد ما صار عمري 17 سنة، يعني من 12 سنة ل 17 أنا ماكو قسمة زينة تجيني. يعني استمرت حياتك بأنه السعي دائما أنه تدورين على أنه شريك حياة أو تتزوجين، شلون صارت قصة زواجك من البداية؟ هاي السنة آخر سنة اللي هي شلون صارت خطوبتي، أنا أقول لك أنه رحنا إحنا مشي للزيارة، محافظاتي هواي تجي، إحنا من بغداد، فتعرفنا على عائلة وأنا بناتهم يعني قصتهم بعمرنا، فأنا أخذت الإسلام مالتهم وهن هماتين وظلينا نسولف يعني وقت الزيارة، يعني شلون ظلينا نمشي سوية، تعرفنا عليهم خوش ناس، وظل التواصل وياهم يعني على طول أتواصل وياهم شهر شهرين. فهي البنية قالت لي إحنا عجبنا بيك وبأختك، وامي يعني تدور لاخواني بنات حلال وما القى احسن منكم. فاني قلت لامي، امي قبلت يعني كلش كيفت وفرحت، قالت خلي يجون وبس خلي يعطونا رقم تليفونهم. فصار اتصال بيناتنا، وهم من البصره من العشار واحنا من بغداد، بس امه ما فكرت بالبعد بالهاي، بالمهم جتش قسمه زينه لان احنا نعرفهم خوش ناس وولدهم زينين، بس ما نعرف تفاصيل عليهم. من اجوي قالوا احنا ابننا مكمل ومتعين وهذا الكبير، وريد بنيه بتبيت يعني تقوم بواجب البيت وبنيه ثانيه. أمي طبعا على مود أختي ما قبلت، لأنه قالت بعتي صغيرة وهي تحب الدراسة، تقبلون تكمل دراسة؟ وما ما قبلوا لأنه دراسة ببغداد وعلمة النقل، وهم أصلا يريدون يعني بنات بيت، ما يريدون وحدة تكمل أو تتعين. فأختي طموحها تختلف عني، أنا فرحت للموضوع، بس أمي ما عندها فرق بال يعني بالمحافظات، بس بابا شوية عارض بالبداية، فظلت تحكي وياه وتقنعها لحد ما اقتنع. المهم يعني كانت فرحة كلش حلوة، وفترة خطوبة صارت، وظل هو الولد يعني يجيني يعني ياخذ إجازة ويجي مثلا ياخذ يومين إجازة وجمعة وسبت ويجينا، وتعرف عليه خوش ولد كلش حبيناه. يعني كعملية زواج، شوفي أولا إذا افترضنا أنه الزواج هو مشروع لتشكيل مؤسسة، هذه المؤسسة هي الأسرة، فيجب أن تبنى على أسس متينة. هذه الأسس المتينة من هي؟ أولا التفاهم المشترك، اثنين القبول، ثلاثة التاريخ الاجتماعي للفردين، هذا مهم جدا، لأن التاريخ الاجتماعي يؤثر معرفتي بالآخر حتى يكون جزء من مؤسسة راح نشترك بيها. هذه المؤسسة هي مؤسسة نمو وبناء اللي هي الزواج، راح يأسس لي أسرة، فإذا كان أساسها خاطئ على اعتبار أنه هي في تعرف بالبداية، في دخول سريع، لا، موضوعة التأني، الانتباه، خلينا نسميه التفاهم المشترك، فهم الآخر، درجة الوعي اللي تربط
بين الأشخاص، هذه مهمة جدا. يعني هي ليست شروطا كي أتزوج، ولكن لابد أنه أنا أخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار. أنا أرمي بهذه المسؤولية على جهتين، العائلة والمجتمع. توجد أسباب مرتبطة، خلينا نسميها ذاتية بالنسبة للبنت، مرتبطة بعائلتها، الأحكام اللي يصدرها الأب والأم. طبعا هاي تكون قد تكون نابعة من خوفهم على البنت نتيجة قراءتهم لأوضاع المجتمع، خصوصا المجتمعات اللي تمر بأزمات، وأيضا أمور تتعلق بالمادة. تعرفين أنه الأطفال يعني أيضا لهم ميزانية من ضمن ميزانيات الأسرة، تحتاج إلى ملبس ومأكل ومتابعة، قد يعني يكون عدد كبير، لذلك هم يتجهون إلى تزويج البنات خوفا عليهم وتخلصا من مسؤولية وجودها بداخل البيت. إضافة إلى يعني نظرة أخرى مرتبطة بالحالة النفسية، قد تكون نتيجة الغيرة من بنات الخال، بنات الخالة، العمة إلى آخره، في أنه كونوا أسر وهم في أعمار صغيرة. وقد تكون العفو مجتمعية نتيجة صفة الذكورية على المجتمع، يحطم طموح وآمال أي بنت عن طريق عكس هذا المفهوم أو انعكاس هذا المفهوم من قبل الأم والأب. دائما يعكسون هذا المفهوم على أنه هو مجتمع ذكوري، أنت مهما وصلتي فلن تصلي إلى مستوى الذكور. وراء كم شهر صار الزواج بي، عائلة ما أحكي لك يعني شون عائلة يعني نظيفة وحلوة وأحبهم أنا، حتى يعني اللي صار بي بس أنا أحبهم وأحترمهم، وهم شافوني أنا متعلمة وشايفة أمي شون تداري بابا وشون تتعامل ويانا، فكلش أحترمها زوجي وأعتني بي ومهتمة بي، وهي خالتي أمي يعني صارت مثل أمي، فحبوني على تعاملي وأنا أعرف شغل البيت وأعرف أخبز وكل شيء أعرف، يعني أمي معلمتني، فما كان أكو مشكلة بهذا الشيء. بس شوية تأخر بالبداية، الحمل مالتي تأخر أول شهر ثاني شهر، ظليت أنا كل شهرين أجي لأهلي أسبوع يعني. وأنا ما يعني طول زواجي تقريبا 8 أشهر يعني صار انفصال. اي سبب الانفصال هو اني من صرت حامل ورا 6 أشهر من زواجي، صرت حامل اول شهر ما عندي اي اعراض وحياه طبيعيه واهلي فرحه، بس امي قالت لي بعد لا تجين لازم خليه يثبت الحمل فثلاث اشهر ورا 3 أشهر، ويعني حتى انه لازم تسالين طبيبه مالتك ولازم تروحين طبيبه. طبعا انا رحت بالبدايه ماكو اي شيء اول شهر، ثاني شهر صارت عندي أعراض يعني أعراض صعبة، يعني أنا أسأل بنات أكتب بالفيس أكتب الأعراض يعني، بس مو مثلي أنا الأعراض كانت كلش قوية، وعلى فجأة أنه أخاف لا يصير أنه يروح الطفل، فأخاف من هذا الشيء. فخالتي ما قصرت هي يعني تجيب لي مثلا شنو بالبدايه فيتامينات هاي، واحنا نراجع الدكتوره. الدكتوره ايش قالت؟ قالت لازم تسوين تحاليل مال دم، ويعني نعرف شنو هاي سبب التعب، لانه هذا الشيء مو طبيعي. صح تصير بس مو لهالدرجه، يعني اعراضك تختلف عن الحوامل، وانت يعني اخاف لا يصير اسقاط ويروح الطفل. بقيت انتظرتها من الشهر الثاني، خلص على الثالث انه سويت التحاليل. سويت التحاليل الدكتورة انصدمت يعني قالت لي انت تدرين بنفسك؟ قلت شنو ادري يعني شبيه اني؟ قلت لي عندك تلاسيميا.
من عرفتي انه انت عندك مرض الثلاسيميا، شنو ردت فعلك وتقبلتي الموضوع او كان ممكن انهيار بالنسبه لك؟ شنو هي الثلاسيميا؟ انا ما اعرفها واول مره اسمع بها بحياتي. انا عبالي يعني هذا الشيء يصير بالحمل، يعني قد ما متفاجئه بالموضوع، قلت يعني شنو هاي كل حامل يصير بيها؟ قالت لي لا ماما هذا مرض يمكن هو وراثي، يعني انت اكيد اهلك عندهم. قلت لها لا مستحيل، يعني ما سامعه واحد من اهلي انه عندهم، حتى اقاربي ما سامعه يعني بهذا الشيء، ما عندنا هيك شيء. الثلاسيميا وهو احد امراض فقر الدم الوراثيه ينتقل من الاباء الى الابناء، وتتفاوت شده هذا المرض حسب نوعيته، حيث ان هناك ثلاسيميا صغرى، ثلاسيميا متوسطه، والثلاسيميا الكبرى. الثلاسيميا الصغرى وهي ما يسمى ايضا بحامل صفه الثلاسيميا، وهو شخص طبيعي جدا يمارس حياته بصوره طبيعيه، لا توجد لديه ولا تظهر عليه اي اعراض منذ الصغر حتى الكبار. ممكن عن طريق الصدفة يتم إجراء بعض التحاليل أو الفحوصات، نكتشف بالصدفة أنه هذا الشخص هو حامل لصفة الثلاسيميا. أما الثلاسيميا المتوسطة والثلاسيميا الكبرى فهي الثلاسيميا ذات الأعراض التي نلاحظ أعراضها بسن مبكرة، خصوصا الثلاسيميا الكبرى ممكن تظهر في عمر 6 أشهر أو قبل ذلك أحيانا، ويمتاز أو نلاحظ ظهور شحوب الوجه، فقر دم شديد، فقدان الشهية، نزول الوزن، تضخم البطن وهو دليل على زيادة حجم الطحال والكبد. ممكن أيضا يطلع على شكل صفار بالعين، فيجون الأهل عادة يقولون دكتور الطفل شاحب أو أصفر أو ما يشتهي يأكل. يتم إجراء التحاليل، أحيانا يظنون أنه بس فقر دم لأن ممكن مدى يشتهي يأكل، لكن بعد إجراء التحاليل نحصل على طفل مصاب ممكن بالثلاسيميا. انتقال المرض هو عن طريق الآباء إلى الأبناء، يعني هو مو عدوى أو فيروس أو فلاونزا، يعني مستحيل شخص مصاب بالثلاسيميا يعدي شخص سليم، ماكو هيك حكي، هذا الكلام مغلوط. الثلاسيميا تنتقل من الآباء إلى الأبناء، مرض وراثي. إذا كان الأبوين حاملين لصفة الثلاسيميا أو صفة الحاملين للمرض، هناك نسبة في كل حمل 25% أن يكون الطفل مصاب، 25% أن يكون الطفل سليم، و50% أن يكون الطفل حامل لصفة المرض مثل أحد الأبوين. شنو هذا المرض؟ مرض بالدم وبيه واي أشياء يعني، بس إحنا هسه المشكلة وين؟ إنه خاف الطفل بهذا المرض. قلت لها وإذا وشنو بي؟ قلت لي لا ماما خطر هذا، وإحنا ما نقدر نعرف الطفل إنه بي هسه إلا بشهر الخامس، وبشهر الخامس يأخذون من المي اللي هو حول الطفل ويسوون تحليل. يعني شلون يعني مجازفة بهذا التحليل؟ لازم تصبرين ونعرف ان الطفل حامل للمرض او لا، ويعني انت خليها على الله بعد. وهاي انا تقبلت الموضوع عادي، يعني ام يعني وهاي اول فرحتي، شنو اريد لو مهما يصير بي هذا الطفل انا قابلة بي واريده. يعني هناك مفاهيم خاطئة انه مثلا اول طفل حصلناه مصاب ممكن الطفل الثاني يجي سليم، الطفل الثالث حامل صفة، ماكو هيك حكي. هاي النظرية أيضا خطأ، في كل حمل عندنا هاي الاحتمالات الثلاثة. فرضا عندنا عائلة مثل أحد الأبوين حامل للمرض وما يدري بروحه، خصوصا بالنسبة للرجال تشوف نسبة دم طبيعية وما يبين عليه، يعني ممكن مرات بالصدفة إذا دا يجري تحاليل أو عنده موعد عملية نكتشف أنه هو بالصدفة حامل للصفة. مثلا أم سليمة، الأولاد راح يكونون أما حاملين للصفة أو راح يكونون سليمين مثل الأم. عندهم جت بنية، هاي البنية كانت حاملة للصفة لكن هي ما تدري. بهالحالة إحنا أكو قانون تم تشريعه منذ 2010 تم تطبيقه، وهو إدخال فحوصات الثلاسيميا ضمن فحوصات المقبلين على الزواج. يعني جت البنية كبرت صارت بعمر زواج، اجى احد تقدم لها، فيتم اجراء فحص صورة الدم
وحاليا تم تعديل القانون حيث يتم إجراء فحص صورة الدم وتحليل الثلاسيميا للرجل. إذا كان سليم ما عندنا مشكلة، إذا كان حامل للصفة يتم إجراء فحص الثلاسيميا أيضا للبنت. في هذه الحالة إذا حصلنا على شخصين حاملين للصفة وعدهم يقرروا يتزوجون، إحنا هنا دورنا كأطباء نقدم مشورة وراثية إنه شنو عواقب هذا الزواج، شلون تحمون نفسكم، شلون تحمون أطفالكم، كيف نحصل على مجتمع سليم معافى. الفحوصات الدورية اللي هي فحوصات المقبلين على الزواج جدا ضرورية، الالتزام بتعليمات والمشورة الوراثية المقدمة من قبل الأطباء في مراكز فحص المقبلين على الزواج. بالإضافة إلى ذلك إذا مثلا ما قدرنا نغير رأيهم ما عدلوا عن الزواج، إذا صار زواجهم اثنينهم حاملين للصفة ننطيهم نصائح بشأن إنجاب الأطفال، وهو إجراء فحص للجنين داخل الرحم في أول 12 من أول 12 أسبوع عفواً من الحمل، حيث يتم سحب السائل الأمنيوسي وتحليله لمعرفة ما إذا كان الجنين سليم أو مصاب أو حامل لصفة الثلاسيميا. بالإضافة إلى ذلك هناك طريقة أخرى وهي إجراء أطفال أنابيب. أطفال الأنابيب هاي تكون النتيجة مالتها 100% مضمونة أنه نحصل على طفل سليم. نصائح نقدمها بالأخير، إحنا نقول للحصول على مجتمع سليم ومعافى والقضاء على الثلاسيميا أو الحد من انتشار الثلاسيميا هو إجراء والالتزام بفحوصات المقبلين على الزواج، خصوصا العوائل اللي عندهم مصابين بالمرض ويعرفون شنو الثلاسيميا. إذا مثلا عندكم أولاد تريدون تزوجوهم أو عندكم أقارب يريدون يتزوجون، لازم تأكدون على إجراء فحص الثلاسيميا. يعني أنا مو أتزوج خارج المحكمة والفاس وقع بالرأس وبعدين من أروح أقعد بالمحكمة وسوي فحص الزواج، شنو الفائدة؟ إنه طلعنا اثنين حاملين الصفة بس إحنا متزوجين أساسا وجوز مخالفين، فهي هنا الطعمة الكبرى. لذلك أؤكد دائما أنا إنه الالتزام بفحوصات المقبلين على الزواج، الالتزام بالتعليمات والمشورة الوراثية المقدمة من قبل الأطباء لغرض الحصول على مجتمع سليم معافى، القضاء على الثلاسيميا، منع الولادات الجديدة المصابة بالثلاسيميا. من عرفوا زوجي وبيوم اللي احنا اجينا من الدكتورة ردت تحت شوي امه بس التهيت اني ما قلت لها شنو اللي صار وياي، والحمد لله وشكرا اني شون قنوعة وراضية ب يعني حكم رب العالمين، ما عندي اي مشكلة اصلا يعني شلون مو صح بكيت وقهرت وهاي، بس حمدت الله وشكرت على كل شيء. فزوجي بنعرف الموضوع وخالتي عرفت قالوا لي اعطينا التليفون مالتش، قلت لهم بس خلي خابر امي ليش، قال زوجي اريد اغير لك اياه اجيب لك نوعيه احسن وتخابرين امك من تليفوني زين. أنا عادي كيفت وإذا يجيب لي تليفون جديد أخذ التليفون وطلع أجا بالليل قال لي يلا باكر باكر تحكين ويا أمك وشنو يعني يعني وإذا قلتي لها ولا ما قلتي لها، يعني إحنا أصلا ما نريدك توصلين الموضوع لأهلك خليه بيناتنا. فأني شلون ترددت يعني شنو يمنعوني، أهلي لازم يعرفون بالموضوع خاصة أمي ظل بالها يظل بالها علي يعني. فثاني يوم هم نفس الشيء وبعد الموضوع عني، وثالث يوم نفس الشيء وهاي. بعدين أنا ظليت أتعارك وياه قلت له شنو أمه ما تعرف، يعني أمك مثل أمي ولازم تعرف بالموضوع. هو عاد صارحني قال لي أنا هذا الطفل ما أريده، أنا ما أتحمل مسؤولية أنه هذا الطفل يصير صاحب هذا المرض، وممكن هذا انه كل اطفالي راح يطلعون هيك، يعني انت خدعتيني وما قلت لي. قلت له انا والله ما اعرف انه هذا الشيء، والدكتوره قالت لي انه عندك هذا المرض نسبه قليله، انا ما ادري ماكو اهلي اصلا كلهم ما يدرون بهذا الشيء. وهذا الغلط يعني احنا المفروض نسوي تحاليل، ما ادري احنا شو ما طلع عندنا بالتحاليل اللي سويناها بال عقد الزواج، أنا هم متفاجئة من الموضوع ليش ما طلعت.
واحنا سوينا بالعقد تحالي، بس هذا ما كان طبعا. هسه من دحت وياك يعني انتبهت لهذا الموضوع، بس شو ما طلعت وقلت له لو اكو شيء كان طلعت بالتحاليل يعني، وهسه مين جاي اسال نفسي ليش ما طلعت بالتحاليل سويناها على مود العقد. هو قال لي انا لازم تتخلصين من هذا الطفل، ما اعرف شلون، انت روح للدكتوره وشوفي يعني. طبعا هنا حالتي النفسيه كلش صارت مو زينه، ويعني هي الحاله مو زينه النفسيه للحامل لازم تكون زينه، فانا كلش تعبت. فاخذتني خالتي للدكتوره، الدكتوره قالت لي انا ما اتحمل هالمسؤوليه وهذا الشيء حرام، شنو تيجي تخلصين من الجنين؟ بعد هو هذا صار، وإذا تردين الطفل الثاني نسوي يصير الحمل مو بطريقة طبيعية ونختار الجنين سليم إذا تردين. هذا حكي الدكتورة. فهذا أول طفل تحمل المسؤولية، شنو راح يصير؟ زين زين الطفل الثاني ممكن يكون حامل للمرض يعني؟ انا سالته قالت لي ممكن، ما اعرف بعد. فهنا خلت يعني شلون اللي يعني ظلت باولي بنظره اختلفت، مو مثل قبل كانت تفتخر بي وتحبني ومهتمه بي، هسه يعني شلون اللي ظلت يعني شلون عبالك مش مأزة مني يعني انه انا عبالك انه انا السبب بي. ما أدري أنا بنفسي هيك يعني، لو أدري بنفسي هيك كان من البداية قلته عادي، وماري الزواج أصلاً شنو يعني، يعني شنو وقفت على هذا الموضوع، ولو أنا أهلي كانوا يلحون على الزواج. في إحدى دول أوروبا هذه التجربة دائماً لاحظي، وهذه الفكرة إحنا ما موجودة عندنا، أي مريض بمرض عضوي عند ما يراجع طبيبه يقول له جيب لي الاستشارة النفسية. لاحظتي شلون؟ احنا هذه الجزئية فاقديها. عملية التعامل مع البعد الصحي كثقافة صحية عندنا ضعيفة، لسبب انه احنا نخاف من الوصمة الاجتماعية. هذه الوصمة الاجتماعية تأثر بنتيجة هذه المشكلة اللي انت تكلمتي بها الآن حضرتك. ليش؟ تشوفين هسه احنا اذا اكو عوائل عندهم ابن مريض يخفوه حتى خاف يأثر على زواج بيتهم، أو ما يقبلون يعلنون. الإصابة بالمرض هي ليست خيار، إنه أنا رحت اختاريت انصابيت بالمرض. المرض من يأتي ما إلى موعد. أنا عندما أكون باني أسرة وهذه الأسرة بانيها على أسس متينة وأنا قابل الآخر، من المنطق ومن الرجولة إنه ما يمكن إنه أنا أتخلى عن شخص بمجرد ما عرفت انه هذا اصيب بهذا الشيء. هذا يعود لمن؟ يعود لعمليه الاعداد النفسي للزوج، انه هو هل كان قادر على انه هو يتحمل المسؤوليه من جراء اصابه زوجته بهذا المرض؟ هذه وحده. قبوله لفكره الزواج اصلا، هو هل كان مجبر على عمليه الزواج؟ هل اتخذ القرار بعد فتره من التفكير والتأني حتى يتخذ القرار؟ هذه اثنين. الثالثة، احنا عندنا مشكلة بالأسرة العراقية. الأسرة العراقية أسرة ممتدة، تجدين في البيت الواحد أكثر من شخص، قد تجدين الأب والأم والابن، وقد تجدين الأخوة اثنيناتهم متزوجين ومضاف لهم الأب والأم. هذه تولد مشكلات. نسبة تدخل الأهل في الحياة الزوجية واحدة من المشكلات اللي تؤدي إلى عملية الانفصال. الآن كيف من الممكن أني أجعل أو أحد من هذه الظاهرة؟ أولاً بقبول الشخص الآخر. قبول الشخص الآخر يعتمد على من؟ يعتمد على درجة وعي هذا الزوج. فكيف من الممكن أنه أني أقبل على زوجة تجهض هو جنين إلي؟ بعدني ما متأكد هل من الممكن هو يطلع مصاب أم ما يطلع مصاب، لأن نسبة الانتقال بالأمراض الوراثية وفق قانون توزيع مندل للوراثة من الممكن يطلع بواحد أو يطلع بالثاني أو يطلع أو يجوز ما يطلع، يطلع بعد جيل. لاحظت الفكرة؟ فعملية
فعملية قبول المرض هذا بعد نفسي، هو صح يتأثر نفسيا وصح من المشكلة من الممكن يولد له مشكلة، بس عملية القبول تعتمد على درجة وعي هذا الفرد. كيف أنا أضحي بابن بعدما خارج للدنيا لو عليه هاي جريمة؟ خليه يطلع للدنيا، جزء من مسؤولياتي أنه أنا أتحمل أبنائي، إذا ما أنا أتحملهم كأب من اللي يتحملهم؟ لاحظت الفكرة؟ طبعا لكل فرد لديه شخصية، بالمصطلح نقول personality، هذه الشخصية تكون غير مستقلة في بداية مشوارها، لكن مع مرور الزمن يكون هنالك استقلال حتى تصل إلى ذروة الاستقلال المادي يعني الضغوط وإلى آخره. المعيشة في مجتمعنا تحتم على أنه لا يوجد استقلال بصورة تامة، يوجد ارتباط وثيق طبعا هو هذا لاعب فيه، لكن في حدود المعقول. المشكلة أنه الثقافة اللي موجودة لدى عائلة الزوج أو عائلة الزوجة، هل هي تتمتع بصحة؟ شرط من شروط الصحة أو الصحة النفسية هو التقبل الواقعي لحالة الفرد والتقبل الواقعي لحدود إمكانياته. فالأمراض الوراثية هي خارجة عن حدود الإمكانيات، فإحنا من نتوقع يعني نتبنى الواقع مالتنا أو نؤمن بأنه هذا الواقع هو خارج حدود سيطرتنا، فالمفروض أنه نتقبل واقعنا. عدم تقبل الواقع هو اللي يؤدي إلى هذه المشكلات. إحنا لما نتحدث على جملة من التفاهمات، هذه التفاهمات تتأثر بدرجة وعي الشخصين. متى ما استطعنا وتمكننا من أنه نجعل الزوجين أكثر استقلالية، شوفي الزوجين أكثر استقلالية، استقلالية وين؟ استقلالية بالقرار. لاحظت شلون؟ هسه اقتصاديا ما نقدر، ظرف اقتصادي صعب ما تقدر أنت، بس على الأقل اقتصاديا باتخاذ القرار. الآن إذا أصيبت بالمرض ما العلاقة بين سحب الهاتف اللي أنت حضرتك قلتي والإصابة بالمرض؟ هذا كأنه نوع من الضرر النفسي اللي أحدثه للشخص المريض، اللي قد من الممكن تكون الهاتف واحدة من وسائل تخفيف الضرر النفسي الناتج عن الإصابة بالمرض. هذا الزوج هو قد يكون يعني فاقد لجزء كبير من استقلاله، فاقد لأهليته كمسؤول عن عائلة وعن زوجة. يعني العلاقة الزوجية هي رباط مقدس ما بين الزوج والزوجة. خالتي وقفت ويا زوجي قالت لي لازم نتخلص من هذا الطفل، فظلوا يضغطون علي، يعني قالت لي لازم مدام انت الحمل ببدايته وانت بالشهر الثالث وما راح يصير عندك مضاعفات وتخلصي من يمه، واحنا والثاني عود الله كريم. فاني تعبت وتلفون ماكو ويا من احكي، هم كلهم هذا الحكي كل يومية وكلش تعبت، فقبلت بالموضوع ويعني صارت واحدة من الطرق بعد يعني. فصار اجهاض وراح راح الطفل، وراها زوجي قال يلا حتى الطفل الثاني نقدر. قلت له لا الطفل الثاني ولا شيء، انا بعد ما اكمل وياك، انت قتلت ابني وانا حملك المسؤوليه، وانا ما كنت قابله بس انت ضغطتوا علي وانتوا حاجزيني مثل السجن، لا احكي اهلي لا استشير اهلي، جوزان لو قال الاهلي وهم يتحملون مسؤوليه هذا الطفل. فقلت له هسه ترجعني لاهلي وطيني تليفوني. انا حكيت لامي بالتليفون كل اللي صار وياي، انهارت امي وظلت تبكي وقالت باكر جايين، قلت لها لا هو يجيبني، قالت لا احنا نجي حتى اوقفهم واتحتهم. المهم
اجوا اهلي، صارت مشكله كلش كبيره، فاني اخذت اللي اقدر عليه، يعني من اللي عندي من مثلا فلوسي، الذهب، الاغراضي اغلبها اخذتها ورحت. انه هاي خراب، بعد صارت خراب، انه هاي العلاقه لازم تنتهي، يعني انه يصير طلاق. احكي لنا شنو الاجراءات اللي صارت بعد انه رجعتي لاهلك وسويتي قضيه، حصل طلاق او لا، والحقوق ايضا اخذتيها او لا؟ بابا قال لا انا ما عبرها لهم، ورفع قضيه عليهم. هاي القضية يعني أخذت من يمنا وقت، بس أخذنا تعويض وأخذت كل حقوقي، وهسه أنا عايشة عند أهلي. بس يعني ما أعرف إنه هذا المرض إلى علاج أو شي راح أبقى أني بي، بس المرة الثانية إذا أريد أتزوج همي لازم أصارحهم. بس إحنا هنا المشكلة أخو أختي هاي دائما تتمرض، فأنا قلت لهم الجسيها بيها، يعني إيش مدرينا إحنا. أولا إذا كان المرض وراثي فبالتالي مسألة قبوله معتمدة على مدى استعداد المرأة هذه مما تحمله من صفات. دائما إحنا بعلم النفس نركز على موضوع نسميه قوة التحمل النفسي. قوة التحمل النفسي شبيها بيها التزام، لاحظت شلون؟ بيها تبلد مشاعر وبيها اعياء انفعالي. ذني الثلاثه يسوي لي تحمل نفسي، يعني قدره انه اني اواجه الموقف. عمليه مواجهه الموقف تتطلب عمليه اعاده تاهيل. عمليه اعاده التاهيل بما انه احنا ناس شرقيين عندنا العامل الديني مهم جدا، فعلينا انه احنا نركز على موضوع العامل الروحي، انه هذا امر من الله سبحانه وتعالى، واحنا عندنا بعلم النفس الارشاد الروحي موجود والارشاد الديني موجود، امر رباني انا ما لي دخل به، مو انا تقصدت اني اروح اصيبه. هذه واحده. الشيء الثاني احاول انا اتكيف مع هذا المرض، واعتبره مرض حاله حال بقيه الامراض اللي درجه الشفاء بها او درجه مقاومتها تعتمد على قوة تحملي وعلى العامل النفسي اللي أني به. فبالتالي من الممكن أنه أنا أعيد تأهيل نفسي عن طريق قبول هذا المرض واعتبره أنه هو حقيقة خلص أنه أنا أصبت به، فبالتالي الحياة يجب أن تستمر، ويجب أنه أنا أكون قادر على مواجهة هذه المتغيرات اللي حثت بحياتي. مسألة انه هل من الممكن عمليه تعويض؟ من الممكن عمليه تعويض، قد يكون بارتباط ثاني مع شخص يفهم ويقدر هذا الموضوع. ومن الممكن عمليه التعويض ايضا تاتي عن طريق حمل من جديد، ومن الممكن هذا الحمل، انا ما تاكدت من عنده انه من الممكن يصاب او ما يصاب بالمشكله اللي انت ذكرتيها حضرتك. فلاحظي عمليه الوعي مهمه جدا، وبالذات الوعي الصحي اللي احنا كثيرا نعاني من عنده. فهذه عملية الوعي تنعكس بشكل إيجابي على قدرتي على تحمل المرض وبالتالي الاستمرار بالحياة. بالدرجة الأولى هي يجب أن تصل إلى مرحلة يعني التقبل الواقعي لحدود إمكانياته. من تتقبل واقعها راح تقدر يعني تصل إلى مرحلة التوافق النفسي، وإذا وصلت إلى مرحلة التوافق النفسي أو الذاتي هي راح تكون ذات قوة داخلية تستطيع من خلالها مواجهة مشاكل المجتمع. فظلوا هم كلهم يحللون وهيك شيء، وأهلي وحتى قالوا الأقارب جزء عندكم هاي جزء طفرة وراثية، وعلى الحكي يعني حكي الأطباء. فهذا كل اللي صار وياي، انا ما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، لانه يعني على الاقل كنت انا لو حتى لو انفصلت عنه كان عندي طفل، مهما يكون هذا الطفل حتى لو بهذا المرض، انه انا اتحمله ويصير لي سند. يعني فهذا اللي ندمانه علي اني انه اخذت برايهم، لو باقيه يعني وما اعرف شنو راح يصير، لو باقيه انه ما مسويه جهاد كان هسه على الأقل عندي هذا الطفل.
إذا طالبيني بحل لهذه المشكلة فأني أطالب يعني عناصر موجودة مؤثرة في حياة هذه البنت، أطالب الأم والأب بإعادة استراتيجية التعامل مع بنتهم إذا كان بالإمكان إكمال دراستها، إذا كان بالإمكان تنمية يعني شخصيتها أو تنمية الاستقلال بداخل شخصيتها، عدم إظهار جانب الفشل اللي حدث في حياتها، عدم ذكر قضية فشلها والزوج وإلى آخره، وممكن رسم مستقبل للبنت يكون جزء كبير يعتمد على البنت نفسها وجزء آخر يعتمد على الأم والأب.